لكن نعم، خدع العالم بأسره وأبكى الملايين. مقطع فيديو طفل سوري شجاع الذي يخدع القناص لإنقاذ شقيقته الصغيرة ليس إلا مشهدا تمثيليا تم تصويره في مالطا على يد المخرج النرويجي لارس كليفبرغ. الفيديو أثار جدلا واسعا فور انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي. المخرج يقول: إذا نظرتم إلى الأخبار والصور ومقاطع الفيديو في مناطق الحرب التي لا تظهر سوى البؤس، لا يكون المتابع مهتما للمشاركة في ذلك، ولكن مع هذا الفيلم اعتقد الجميع أنها قصة حقيقية وأن الأمور تسوء أكثر، لذلك تجاوبوا معها. الفيلم تم تصويره في مايو أيار الماضي وهو من تمويل مجلس الفنون والمعهد النرويجي للأفلام. المخرج استعان بممثلين محترفين فيما اعتمد على لاجئين سوريين يعيشون في مالطا من أجل أصوات الخلفية. الموقع الذي صور فيه الفيديو شهد من قبل تصوير عدة أفلام شهيرة كاتخوا لبراد بيت وغلادياتور لراسل كرو.